مساء الخير، شلونكم؟ ان شاء الله كلكم صحة وعافية. ورجعنا الموضوع لليوم اللي راح اتكلم عنه اللي هو الرنساج. ليش اتكلمت عنه؟ لاني شفت كثير مستسهلين موضوعه وشفت شعور مدمورة من الرنساج. ليش؟ لانها ما تفقه وش الرنساج وكيف يتسوى ومتى يتسوى ومتى تحتاج انك تسوي رنساج ومتى ما ممكن تستغين عنه بالشامبو البديل. اكثر شيء اشوفه انه والله تقول لها واحدة مصدقاتها الغالبية او قرت في النت او مندوبة او براحت محل وقال لها جيبي اخضر وخلطي مع اكسجين وخلطي مع شامبو وحطيها شعرك، جيبي ازرق وحطي مع اكسجين وحطي مع شامبو وحطيها شعرك. اولا مو هذه المشكلة، بغض النظر ان شعرك يتبقع، بغض النظر ان الشعر يصير الوان، المشكلة الاساسية من كثرة الرنساج هذه اللي قاعدين نشوفها بقولك نفسها الجاية. فصارت الفكرة يعني، وحتى اللي أشوفه كثير قاعد يسوقون على سناب وشاتر عنده متابعين يلمشون حاجة الناس هذه، ليش تروح تدفعين فلوس؟ روح أنت اشتري وسويه، لا يضحكون عليك. طيب أوكي، لا نضحك عليك، لا أنا ولا غيري. عاجبك شعرك لما تسوي لك كثرة الرنساج هذه شكله؟ أتحداكم واحدة ترسل لي الآن شعرها تسوي له رنساج كل أسبوع وتوريني شكل شعرها كيف. الشعر اللي يعني هي تستسهل الموضوع، نحط شامبو وصبغه واكسجين وحط على الشعر 10 دقائق وخلاص. لا، اول شيء الشعور اللي اشوفها بعد الرنساج كثرة الرنساج هذا، الشعر جدا 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 تالف وناشف، وتبقى شعري بدا يتساقط، شعري صار جاف جدا ما اقدر امشطه. ليش؟ ليش احنا الرنس نسوي للزباين مره كل شهر؟ اذا هي مسويه هايلايت وتجي احيان تسوي جذور سويها تحت رنساج، وغالبين بالصيف يعني مو بالشتاء، او اذا صبغت شعرها كل 3-4 شهور جدا سوينا لها جذور. حتى طريقه الرنساج قاعدين يعلمونكم اياها المندوبات او اللي يبيعون الصبغات غلط. انت قاعده تحطين، بالنسبه لنا احنا نسميه تونر، التونر ما هو ثابت، طبيعي انك تحطينه يحل بعد كم يوم، وارجع احط الاسبوع الجاي ويحل بعد كم يوم، كذا انا دمرت شعري. الرنس مو هذه طريقته، هذا أول شيء. ثاني شيء، إحنا حطينا أو تكلمت أنا بالنسبة لي كبديل، أنت لما تسوي هايلايت والشعر طبيعي يتغير مع الجو، مع الحرارة، مع استشوار، بعضهم تحط زيوت، تحط كريمات، تحط شامبوات، تحط بديل زيت، أشياء إلا ما تأثر على اللون. إحنا إيش قاعدين نقول؟ قاعدين نقول استخدموا الشامبو الأزرق إذا أنت شعرك هايلايت بدرجة فيه عنده شامبو أزرق فيه شامبو بنفسجي. استخدم الشامبو المناسب لشعرك، اول شيء بيثبت لك اللون، بيشيل لك الصفار او الاورنج اللي مو عاجبك، ومره في الاسبوع خلي 10 دقائق وسوي، واسمه شامبو. لكن احط كل اسبوع رنساج على صبغه على شعري واقول له هو رنس والاقي شعري اندمر. واغلب اللي مسوي الرنساج انا تجيني يعني حتى لما تجي توزع تلاقي جذورها مضروبه لون اخضر كنكراث، لون ازرق، الجذور فاتحه، تحت تلاقيني ازرق غامق ازرق فاتح. يعني حتى لما تسوينه يا الله عشان يطلع من شعرك بالشكل هذا وانت حاطه المعزز كذا مره واحده على شعرك طبيعي ما يطلع بسرعه اذا كنت حاطه بتركيز قوي. يعني هذه الالوان انتم تحطونها الاخضر والازرق التونرات احنا ما نحطها دايركت على الشعر، نخلطها اصلا مع صبغات ثانيه. كل رنس له خلطه معينه حسب درجه لون شعرك، ما في لون اخضر احطه لون ازرق احطه لون، ما ينفع. فلا تستسلم الموضوع وتقولك واحدة نصايح ما شاء الله من عندها أو مندوبة تبيعك الصبغة بس وتقولك يلا سويها وسهلة، والله العظيم هي ما تسوي كذا شعرها، إيش رأيكم؟ لأن هي أهم شيء تبيع وخلاص. في كثير كذا، لا تسوين الرنساج. إحنا الرنساج قلنا لك في بديل له، لك أنت كوحدة في البيت وآمن إنك تشتري الشامبو يا من الصالون من خبيرة سوت لك إياه، أو تشوفين شركات كويسة وتشترين، يعني في شامبوات تركيزها قوي جدا اللون فيها الأزرق قوي يغطي زي الصبغة ينظف لك الشعر. فأحسن لك وأمل لك وشعرك ما يخرب. ليش راح أخبص بشعري عشان أنا بوفر؟ لا توفرين، بتوفرين حقك الشامبو، لا تجينا ولا تروح لأي مشغل، خذي الشامبو وريحي راسك، ولا تعدمينا بكثرة الرنساج. صبغ كل أسبوع تعطينا شعرك مع أكسجين ومع شامبو خلطات مدري وشو، ليه ليه ليه؟ الشعر وش تتحمل؟ طبيعي تلاقي شعرك بعد فترة نشف جاف صار يتقصف، ما عاد تقدر تمشطينه، وفوق هذا راح تستشوينه برضه يتعب أكثر وأكثر. فاللي بتوفرينه بتحطه في، فالنصيحه هذه مو لاي واحده، اللي شعورهم فاتحه، لما تجي واحده تصبغ جذور غامق 4-5 أو 6 تقول انا بسوي رنساج، لا لا لا، الرنساج دائما الرنس للي مسوي مثلا الزيت اللي على طول يقلب، خلاص تصبغي جذور كل فتره وتسوي رنساج، الهايلايت،
الالوان البلاتين هذه كلها كلها الهايلايت اللي فيها سحب لون هي اللي تحتاج الرنساج، الباقي ما يحتاج. طبعا ما اجي بعد الرنساج واقول له شعري نشف وتعب اروح اجيب لي زيت في خلطه فلانيه احطها شعري. طيب كذا انا لما احط الزيت انا احط شعري انه صار يتشابك اكثر وجاف اكثر وما اقدر اتحكم فيه، لان الزيوت فيها ما فيها مواد كده تكسد مع الصبغه فيصير ضرر عين. لا اقدر امشطر، اقدر اهتم فيه واقدر اسوي فيه اي شيء. ففي اشياء انت شعرك الشعر الهايلايت هذا شعر حساس، تعاملين زي ما تعاملين البيبي. اذا انت فعلا يعني انسانه مهتمه بالالوان الهايلايت لازم يكون لك خط حمايه لشعرك وعنايه على طول ما تتركينه، لان شعرك زي ما قلنا شعر كانه بيبي لازم عنايه خاصه لانه شعر حساس. زين فاذا ما انت مهتمه ولا انت بصارفه ولا تعبانه على الشعر اللي تصبغين هايلايت لا تسوينه. اذا فعلا ما تقد انك تهتمين فيه لا تسوينه. ما احل مشكلتي بزيت ولا بلسم ولا اي شيء اجي من برا واقول والله قريت عنه واحطه على شعري، لا لا لا.